تعرف ان كرتون عالم جامبل بيظهر فيه البرنامج بتاع باور رينجرز؟ ايوه هو البرنامج اللي كنا بنقعد نتخانق على مين اللي هيبقى فينا الحارس الاحمر. المهم بقى ان الظهور ده بيبقى في حلقه زجاي، واللي بنشوف فيها ازاي انانيس كانت متعصبه وعماله تضرب في اي حد قدامها عشان ما كانش عندها اصدقاء. المهم بقى اللي هي بتفهم اخواتها اللي هي بتعمل كل ده عشان هي بتحب الواد اللي اسمه جوش، وهو بيكون مش معبرها. فداروين ساعتها بيقول لها ايه رايك تروحي تتكلمي معاه، وبعد كده بتروح تتعرف عليه وبيقرروا اللي هم هيقعدوا يتقابلوا مع بعض في الكافيتيريا. ولما بتروح تتقابل معاه بتلاقيه اللي هو عيل رخم وعمال يسال اسئله غريبه جدا، وساعتها بتطلع لاخواتها وهي متضايقه وبتقول لهم على كل حاجه، فهم بيقولوا لها ما تقلقيش وان هم هيساعدوها. وفجاه بيصوتوا بيقعدوا يعملوا حركات غريبه، وفجاه بنلاقيهم اتحولوا لباور رينجرز، حتى انك هتلاقي تشابه كبير جدا في تصميم الشخصيتين. المهم ادخل دلوقتي في التعليقات وقولي مين هو الحارس المفضل عندك من حراس الطاقه.